أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما
تحية يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل كل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.